لما باجي اتفرج على اي ماتش في العالم ببقى جايب الاجنده دي معايا عشان خاطر اشوف المدرب هو بيلعب 4 2 3 1 بيعتمد على مين ومين اللي بيغطي ومين اللي بيعمل ادوار هجوميه ومين اللي بينزل عشان خاطر يغطي في الادوار الدفاعيه. ده لما باجي اتفرج على ماتش، يعني لما باجي اتفرج على اي ماتش في الدوري العالمي. انما لما باجي اتفرج على اي ماتش في الايجيبشن ليج معاك صفارتك يا باشا وهي اللي جاهزه. ليه بقى؟ احنا جايين نتكلم على حالات تحكيميه، مش جايين نتكلم على ماتش كوره ومين هيعمل ايه ومين هينيل ايه. خلاص الله يرحم ايامك يا باتشيكو، والله كنت ببقى عارف انا طالع اتكلم في ايه، 4 4 1 1 واوباما وقدامه فرويد. يا اخي كانت ايام والله. انما الايام بتاع باتريس كالترون وموسيماني والتحكيم المصري الفتره دي احنا ماشيين بالبتاعه دي، ماشيين بالصفاره بس يا باشا. احنا جايين نتكلم على ضربات جزاء، واحده بتاعت اوباما واحده بتاعت ماكسويني والنهارده بتاع عمر السعيد. يعني شغالين احنا في ام الدوري ده بنتكلم على ضربات جزاء بس. للامانه بتاعت ربنا الزمالك قدم كوره حلوه قوي بعد ما سجل الهدف الثاني، والامانه برده بتاعت ربنا عمر السعيد عمل مجهود غير طبيعي. عمر السعيد مجهوده في الهدفين واضح، الراجل جاب لك ضربه جزاء والراجل سجل ضرب، سجل في الهدف الثاني عرضيه لاحمد سيد زيزو، احمد سيد زيزو اللي برده سجل لقطه ضربه الجزاء. يعني الرجاله بتمس على بعض والله، او بيمسوا على بعض من ايام شيكابالا. يعني شيكابالا كان بيمس عليهم وهم كانوا بيمسوا عليه، دلوقتي شيكابالا مش موجود بحر مش كمان. انا واقف الامانه يعني تحس كده ان مدرسه الفن والهندسه اتقفل الباب وخلاص، يعني مستنيين شيكابالا يجي عشان خاطر الناس تفتح المدرسه. اوباما النهارده غاب، تحس ان اوباما جنزر المدرسه خالص، اللي هو مصطفى فتحي بيلعب النهارده. يا جماعه خير، يا فرج الله مصطفى فتحي اساسي، دي حاجه بنتمناها من فتره. بس مصطفى فتحي تاه في حته صناعه الالعاب، مصطفى فتحي كان جناح كويس جدا في سموحه. مصطفى فتحي لما ما كانش بيرجع يعمل ادوار دفاعيه وكان بيبقى هو المعلم في سموحه كان بيبقى مصطفى فتحي حاجه تانية خالص، غير مصطفى فتحي اللي احنا شفناه النهارده ده. برضه حته امام عاشور، امام عاشور احنا اتكلمنا فيها كتير ان هو قدامه وقت طويل جدا عشان خاطر يتاقلم على المكان الجديد اللي هو بيلعب فيه، وكمان يعني يحاول على قد ما يقدر ان هو يغطي الفراغ الكبير اللي سابه في الجانب السياسي، لان الزمالك ومعاه الكوره الحنكشه لسه مستمره. لسه مستمر. رائع الجيش كان قافل الملعب صح لحد ضربه الجزاء، ضربه الجزاء جت خلاص الماتش فتح والناس كلها بره الملعب بدات تنسى المباراه، يعني كله بدا يتكلم على ضربه الجزاء بس. زي ما قلت احنا ماشيين بالصفاره بس يا باشا. نخلص بقى الشوط الاول على خير، الشوط اللي ما حدش فاهم فيه اي حاجه، الشوط اللي مليان عك كده. لا ما كان في تغيير في التشكيل في خط الدفاع، كان حاطط النهارده بالفتوح عشان خاطر يعمل ادوار هجوميه ويلعب عرضيات بقى لعمر السعيد. سمعنا اهو لما قلت له عايز تلعب بعرضيات ابدا بعمر السعيد، وكانت بدايه موفقه قبل الجول الماتش اللي فات تبدا بيه النهارده، حاجه قمه الاحترام من باتريس كالترون بصراحه. يعني ندي الراجل ما له وما عليه برضه. الزمالك الشوط الثاني قرر ان هو يسيب الكوره، يعني كده كده ما بحبش احنا موضوع الاستحواذ ده، احنا جايبين جول هنلعب مرتدات، ومرتدات بمرتدات 10 دقايق كده وهنعمل تغيير ننزل سيف الدين الجزيري مكان عمر السعيد ونقول له الف شكر على ضربه الجزاء اللي انت خدتها. عمر السعيد يقول لك لا انا موجود يا باشا، انا هسجل لك انا الهدف الثاني بنفسي بقى، برضه هتطلع، انا ما عنديش غير دي، هطلعك برضه حتى لو جبت لي النهارده 3 اجوان، وهنزل مكانك سيف الدين الجزيري، وهطلع مصطفى فتحي وهنزل مكانه محمد ونجم. ونجم لما نزل يعني بدات اللي هو بدات سيكا تظبط نص الملعب شويه، يعني نص الملعب شويه بدا ان هو يظبط، كان بينزل ونجم بينزل يلعب مع امام عاشور، بدا نص الملعب ان هو يبقى فيه الزمالك بينقر كوره من رجل لرجل، بدانا نشوف الزمالك ليه شكل هو الملعب. طبعا التخيله بتاعت اسلام جابر بتاعت ناسي دي كده كده محفوظ، دي حاجات ابجديات يا باشا. اما كابتن بسيوني الناحيه الثانيه، فكابتن بسيوني عمل مباراه في قدر الامكان وقدر الامكانيات المتاحه بالنسبه له مباراه كويسه، لولا ضربه الجزاء الماتش كان اتهرب على الزمالك، والراجل كان قادر ان هو يرجع في الجيم بصراحه ما كانش قادر لانه ما ضيعش حاجه على مرمى الزمالك، غير التصويبه بتاعت ميدو جابر اللي هي من نص الملعب دي اللي هي ممكن تتحسب ان هي نصف فرصه، عادي عندنا في الدوري المصري حاجات غريبه. يعني بقول لك يا باشا احنا جايين الدوري ده نتكلم بالصفاره بس، احنا مش جايين نلعب كوره، احنا جايين نتكلم على التحكيم بس لا اكتر ولا اقل. ليه يا باشا؟ عشان عندنا حكام جبنه وبيخافوا. يعني ضربه الجزاء مش ضربه جزاء، بص هي ضربه جزاء لو للاهلي او للزمالك، انما لو سيراميكا والاسماعيلي والمصري والاتحاد وانبي والغزل والكلام ده والله لو اتنططوا. عرفت بقى انا مشكلتي في ايه؟ مش مشكلتي في ضربه الجزاء ان هي اتحسبت، انا مشكلتي انك لو عايز تطبق قوانين طبقها على كل الانديه وفي كل اللعبات، انما مش كره تتلعب للزمالك والماتش اللي بعديها للسيراميكا والاسماعيلي او سيراميكا لاي حد ما تيجي ما تحسبهاش. هو ده القصه بالنسبه لي، انك طالما حابب تحط قواعد في التحكيم جديده محدش يعرفها ان الفرد يرجع لورا ويقع وياخد ضربه جزاء، تمام مشيها على كل الانديه، انما الجيش تمشيها على الاهلي والزمالك بس. ادي يعني بس الفكره ان حكامنا منصين وبيخافوا من الاهلي والزمالك لا اكتر ولا اقل عزيزي. ولو هنا وصلت معايا لحد هنا فانت برنس والله، اعمل بقى لايك او سبسكرايب للفيديو لو عجبك، اما لو ما عجبكش فانزل اشتم تحت في الكومنتات، والف الف مبروك على الثلاث نقاط، ونتجمع ان شاء الله في القمه اللي نشوف مين هياخد ضربات جزاء اكتر، الاهلي او الزمالك.